يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاوي. والله وحشتوني، هم يومين بس وحشتوني بصراحه، وافتقدت جدا يعني ظهور وبرنامج السادسه وان انا اكون موجود على شاشه الاهلي. بعتذر بدايه طبعا عن نبره الصوت، عارفين برد الصيف السخيف ده، بس ان شاء الله باذن الله نقدم لحضراتكم حلقه مميزه. واوعدكم النهارده معانا حاجات كتير جدا مميزه الحقيقه. يمكن اليومين دول يعني خلى الواحد يبص برضو، بيبقى لطيف ان كل فتره تبعد شويه، يعني انك انت تبص للصوره من فوق زي ما بيقولوا، بتبقى في كتير من الامور واضحه. عشان كده يمكن حابب ابتدي معاكم النهارده بفكره يعني ايه اداره، يعني ايه هو مفهوم الاداره. هل الاداره انك انت تيجي تدور اي شيء؟ لا طبعا، لكن الاداره معنيه بتحقيق اهداف. الاداره الناجحه يعني اذا كنا بنتكلم على انه احنا بنتكلم على كيان، على مؤسسه، على شركه، على وزاره، على اي ملف من الملفات اللي هيكون في مسؤول اول عنه او مجموعه من المسؤولين عنه. ايه هو المطلوب منهم؟ المطلوب منهم ان هم يحققوا مجموعه من الاهداف عشان تقدر تقيم الاداره دي ناجحه او الاداره دي فاشله، فبالتالي تستمر في مهام عملها، او انه شكرا جزيلا نشوف حد تاني. لكن ما هياش برستيج وواجهه اجتماعيه وما هياش مجموعه علاقات وما هياش مجموعه مصالح متبادله. السؤال ده لاني الحقيقه لقيت انه لازم اطرحه على الناس المعنيه على الاقل بالشان الرياضي في مصر. ايه هي الاهداف اللي حققتها الادارات الرياضيه المتعاقبه على اداره منظومه كره القدم؟ يعني لما اجي اقول مثلا في الهاندبول هلاقي انه في اهداف عظيمه جدا حققتها رياضه كرة اليد على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. لما اتكلم على الاسكواش هقول انه في انجازات عظيمه جدا. لما اتكلم على العاب القوه هلاقي لما اجي لكره القدم واسال حضراتكم كده، ايه هي الانجازات اللي حققتها الاهداف؟ واحد، الاهداف اللي اتحطت وما تحقق منها على مدار العشر سنين الاخرانيين. حد ممكن يجاوب على السؤال؟ والسؤال اللي يهمنا احنا هنا، ايه هو الخطا الفادح اللي ارتكبه الاهلي على مدار العشر سنين او العشرين سنه الأخيرة؟ ولماذا أنا شخصيا أوجه اللوم لإدارات النادي الأهلي المتعاقبة في خلال الفترة دي؟ موضوعات كتيرة جدا، والإجابات على كل أسئلة موجودة وحاضرة معنا في حلقة النهاردة من السادسة، وهندخل في التفاصيل وهندخل في الأخبار، وهنروح لتونس نشوف استعدادات الاتحاد المنستيري لاستقبال الأهلي إن شاء الله في المباراة اللي هتقام بقت يوم 9 بدل يوم 8. بس هتسمحوا لنا قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة نروح لفاصل ونرجع نبدأ حلقة السادسة مع حضراتكم. وارد جدا جدا حد يقول لك وانت مين يعني عشان تسأل ايه هي الاهداف اللي اتحطت لإدارات الكرة في مصر وتحاسب المسؤولين عن تحقيق الاهداف دي من عدمه؟ دي حاجة ما ترجعليش، دي حاجة في النهاية ترجع للجمعية العمومية، هي اللي بتقيم وهي اللي بتختار وهي اللي بتنتخب، وفي النهاية بيجي الأشخاص دول عشان يكونوا فيه. وما عنديش مانع، يعني أنا شخصيا ما عنديش مانع إنه يبقى فيه مجاملات، يبقى فيه محسوبيات، يبقى فيه مصالح مشتركة، يبقى فيه مصالح متبادلة، يبقى فيه وجهة اجتماعية، ما عنديش مانع في ده خالص. لكن لما يكون القائمين على إدارة الكرة في مصر مسؤولية مباشرة، مش بس عن عدم تحقيق أهداف، لكن كمان عن إلحاق الأذى وإلحاق الضرر بالأندية المصرية وبسمعة الكرة المصرية، لا، هنا لازم يكون في وقفة. هنا لازم شغلانتنا بتحتم علينا نسأل ثلاث أسئلة مهمة جدا. احنا ما بيجينا الخبر لازم نشوف ايه الأسئلة المناسبة اللي تسأل في او يعني تتماشى مع سياق الخبر ده. هنا لازم أسأل مين المسؤول عن الإدارة فعليا. سيبكم من المسميات وسيبكم من المسمى الوظيفي، يعني سيبكم التايتل الموجود في الاتحاد، رئيس، نائب، أمين، مدير تنفيذي. انا بسأل مين المسؤول عن إدارة الكرة في مصر بشكل واضح وصريح ومباشر، وكيف تدار الأمور داخل اتحاد الكرة؟ ده سؤال تاني في منتهى الأهمية. وما هي عواقب الإخفاقات والمشكلات التي تسبب فيها المسؤولين والقائمين على الكرة في مصر؟ وهنا أنا بتكلم بقى كنادي أهلي، هنا أنا بتكلم على ضرر وقع على النادي الأهلي نتيجة تقصير واضح وصريح وعدم التزام من قائمين على إدارة الكرة في مصر في مشاركة الأهلي مثلا في كأس العالم للأندية. هنا ممكن أتكلم على تصريحات من كان يتولى المسؤولية، من كان يدير ملف الكرة في مصر، عن وكلم وأعلن صراحة أنه الأهلي سيشارك في كأس العالم بكامل نجومه ولاعبيه، وهذا ما لم يحدث. مين المسؤول عن إخفاء الجواب الخاص باستضافة مباراة نهائي دوري الأبطال، نهائي دوري أبطال إفريقيا، واللي بالمناسبة يعني
لم يتم الإعلان عن أي إجراء تم، كان لفت نظر، كان إقالة، كان خصم، كان غرامة، يعني أي إجراء يتناسب مع حجم الضرر. وهنا أنا بلوم النادي الأهلي، يعني هي دي القصة بقى اللي أنا بقول إنه ده خطأ الأهلي الفادح. تعالوا نشوف مع بعض عدد الأندية المصرية اللي حققت لقب دوري أبطال أفريقيا على مدار التاريخ. بدأها الإسماعيلي بنسخة واحدة ببطولة واحدة سنة 69، يعني من أكتر من نص قرن. معانا الزمالك 5 بطولات، منهم 2 أو 3 مش متذكر شارك في بطولة دوري الأبطال أو بطولة أبطال الدوري مسماها القديم، بدلا من الأهلي لأن الأهلي كان مشغول أو قرر أنه يخوض منافسات أبطال الكؤوس في فترة من الفترات. والنادي الأهلي، وبالمناسبة آخر نسخة خدها الزمالك 2002 تقريبا، يعني بنتكلم من 20 سنة. خطأ الأهلي الفادح أنه عود الناس في مصر، مش بس الأهلاوية، عود جمهور الكرة في مصر أنه العادي جدا أن الأهلي يكسب بطولة أفريقيا، وانه الفريق لما يكون بنتكلم على اخر 6 نسخ مثلا يكون وصل ل5 نهائي، ايه الجديد؟ ده شيء عادي جدا. في حين ان البطوله دي، البطوله الاخيره دي اللي خسرها الاهلي في ملعب الوداد بمشاركه طبعا الاتحاد الافريقي وفي صمت، يعني صمت رهيب من الاتحاد المصري. البطوله دي لو كانت الاولى، يعني لو تخيلنا انه مصر ما فيش نادي فيها حقق بطوله دوري ابطال افريقيا في اي مناسبه قبل كده، ودي كانت هتكون البطوله الأولى في تاريخ أي نادي مصري بالتأكيد، وأنا مغمض ما كانش هيتم التعامل مع الملف بنفس الشكل. قيس على كده الجزيري جت، طبعا حاسس حضراتكم متابعينها أو الواقع لحضراتكم، وأنا لا يعنيني الجزيري ولا يعنيني نادي الزمالك، وأنا أعتقد يعني وبعيدا عن فكرة بقى هيهبط هيتخصم منه هيتشال منه لقب، القصة دي لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد، لكن يعنيني أكتر إزاي تعامل اتحاد مفترض إنه مسؤول عن إدارة الكرة في مصر في هذه الأزمة، مين المسؤول؟ وكيف تدار الامور؟ طيب خليني طبعا عشان يعني احنا عندنا لقاء مع اشقائنا في تونس يوم 9 ان شاء الله باذن الله، مواجهه مصريه تونسيه. انا يعني احب جدا الحقيقه الدربيات المصريه التونسيه، هتكون مواجهه مع نادي الاتحاد المنستيري في دور ال 32 في دوري الابطال. بيشرفنا الحقيقه هاتفيا من تونس السيد احمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي. بداية كل الشكر على مشاركتك معنا، واهلا وسهلا بيك دايما في مصر وعلى شاشة النادي الاهلي. مرحبا مرحبا، كما تقولوا انتم على عيننا وراسنا اخويا، النادي الاهلي واحباء النادي الاهلي والاخوين، كل الحضور بالبرنامج وجميع المستمعين مرحبا بكم. اهلا بيك سيد احمد. يعني بداية تونس الشقيقة ليها عموما يعني بره الرياضه وبره كره القدم معزه كبيره جدا في قلوب الجماهير المصريه، وتبقى طبعا الكلاسيكيات والمواجهات المصريه التونسيه يعني جزء كبير جدا من التاريخ اللي بيجمع بين البلدين. عايز اعرف منك استعداداتكم، طبعا الاهلي هيكون موجود في تونس في بدايه شهر اكتوبر استعدادا لمواجهه الاتحاد المنستيري. بدايه نتكلم عن الاستعدادات، هل حصل تواصل بين اداره الناديين؟ هل تواصلت انت شخصيا مع كابتن الخطيب؟ وايه استعداداتكم لاستقبال بعثه النادي الاهلي في تونس ان شاء الله؟ صح، اليوم تقريبا صارت اتصالات مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي مشكور، وتقريبا تحدثنا معاه على كل جزئيات التحول فريق الاهلي والبعثه قداش باش يكونوا فيها، وفما كمان عدد من الاحباء اللي هم ضيوف مدينه المنستير وضيوفنا، حيكونوا يعني دخولهم حيكون مجاني للملعب، ويعني نجم يتبدل فريق من تونس ولا فريق من مصر، ولكن ديما الطابع يقعد طابع الاخوه والاخوي على المباريات طبعا. الحاجه اللي تفرحنا واللي ديما نسعى باش معناها نخليه جوست منافسه رياضيه 90 دقيقه وبعد 90 دقيقه، يعني ديما نقعدوا اخوه، واحنا متاكدين يعني فريق الاهلي معناها من اكبر الفرق في افريقيا، وانه عنده خبره كبيره برشا بالتنقلات وعنده خبره برشا في الميادين سواء في تونس ولا حتى في ادغال افريقيا. وبالمناسبه هذا نحب انا شخصيا نكون حريص على كامل الوفد، وانه يكون في مدينه المنستير في مدينتنا يلقى كل الترحاب وكل الظروف الطيبه باش يعملوا مباراه ان شاء الله بحذانا، وربي يوفق اللي يلعب افضل ان شاء الله. وبالتاكيد هيكون نفس الوضع هنا، الاستقبال في القاهره على افضل وجه ممكن زي ما عودنا دايما النادي الاهلي. خلينا نروح لحضرتك للمباراه، شايفها ازاي؟ الحقيقه يمكن كنت اتمنى اي مواجهه عربيه الحقيقه بتمنى انها تحصل في دور المجموعات،
لانها بتدي فرص مهما كانت نتيجه المباراه، بتقلل شويه من حاله التوتر والضغط على اللعيبه والاجهزه الفنيه، وبتدي فرص للفرق انها الفرقتين يعني لو كان فرقتين عربيين في نفس المجموعه بتديهم فرص ان هم الاثنين يتاهلوا. لكن يعني شاء القدر بقى ان احنا نتقابل في الدور ال 32 وعلى واحد من الفريقين ان هم يكملوا. ازاي بتبص للمواجهه دي وشايف ازاي استعدادات الاتحاد المنستيري للقاء الاول في مدينه المنستير؟ والله هي مباراه زي جميع المباريات، يعني تقريبا 90 دقيقه يكون فيها اللي يتمكن باعصابه اكثر. في احكي على مباراه المنستير هنا، ايوه اللي باش يكون واقعي اكثر ينجم ينتصر، واحنا معناتها حتى اللاعبين بتاعنا ولا المدرب ولا الاخوه المسؤولين يعني ما عندناش ضغط، ما نحبش نخليهم على الضغط، يقوموا بواجبهم، يعملوا ماتش يكون في سمعتهم في سمعه ناديهم، واللي يصير في النتيجه احنا نقبلوه. بالنسبه لمباراه العوده ما عندها خصوصيات اكثر من ماتش الذهاب، لانه الريزلتات تحكم عليك وانك معناتها تكون التفاعل نتاعك على ضوء نتيجه الذهاب. أيوة. في الوقت ذاك لكل حديث. هي ريزلتها هتحسم في القاهره اكيد، يعني ما اعتقدش انه ايا كانت نتيجه مباراه الذهاب يعني هتكون ايه. اعتقد انه الحد الفاصل او يعني النتيجه النهائيه اعتقد هتحسم هنا في القاهره. خلينا اكلمك اكتر على انتداباتكم. انا عارف انكم تعاقدتم كاداره نادي الاتحاد المنستيري مع داركو كوفيتش المدير الفني الاسبق او السابق لفريق وفاق الصيف. شايف ازاي بدايه فترته مع تولي المسؤوليه، وهل في انتدابات جديده؟ لانه انا عارف ان الموسم الاخير اللي قدم فيه اتحاد المنستيري واحد من افضل مواسمه كان في عدد كمان من نجوم الفريق رحلوا عن صفوف فريق الاتحاد. الفريق ما زال متماسك، يعني عدد النجوم اللي رحلوا تقريبا خرجوا 3 عناصر ووقع تعويضهم 7 عناصر، والعناصر اللي حتى خذت بلاصتهم قاموا بالواجب بتاعهم في المباراه الاخيره. صحيح يعني ممكن فريق الاهلي يعني بخبرته، فريق الاهلي ممكن زاد اللاعبين بقى لهم اكثر من 4 سنوات تقريبا، على 11 لاعب تقريبا 6 ولا 7 لاعبين يلعبوا بعضهم سنوات، هذا معناه حاجه ممتازه. احنا الحاجه الباهيه زاد تقريبا 6 7 لاعبين عندنا يلعبوا مع بعضهم احنا ب4 5 سنوات، وهذا من اللي يخلي وانا معناه اقوله بلغتنا التونسيين تروح الكروي حيكون يعني تروح كويس، يعني تبقى تفرج في الكوره وتفرج معناها بني هجومي ولا دفاعي يكون متنسقين لاعبين بيناتهم. المدرب ورى شخصيته في المباراه الاخرى، وعرف يقف منيح ضد الجيش الرواندي، عرف كيف يلعب ويحسم مقابله الرجوع في المنستير. الملعب اللي هيستضيف المباراه هل هيستوعب او هيسمح بدخول الجماهير بساعه الكامله للاستاد، ولا في اتفاق معين او تم تحديد عدد معين يسمح لي حضور المباراه؟ لا، الملعب هو تقريبا الكاباسيتي حوالي 12000، هيكونوا تقريبا ما يقارب 10000 تذكره، وان شاء الله باش يكون حفل كروي وعرس كروي كبير، وباش نشوف ان شاء الله ده اللي احنا بنتمناه واللي متعودنا عليه دايما طبعا من اشقائنا في تونس. السيد احمد البلي رئيس نادي الاتحاد المنستيري، كل الشكر ليك، وان شاء الله نستقبلك قريب في القاهره. اهلا وسهلا بيك دايما وكل اشقائنا في تونس. خلينا نروح لخبر يمكن يعني اسعد من كل جماهير النادي الاهلي الحقيقه، الخبر المتعلق طبعا برئاسة عدلي القيعي لشركة كرة القدم في الأهلي، وهيكون معاه في العضوية الحقيقة كفاءات على أعلى مستوى. يمكن عبد القادر وعوض طبعا الاثنين تم اختيارهم عشان يكونوا حسب ما عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي كرة القدم اجتماعها غير العادي صباح اليوم، وده كان بحضور الممثلين القانونيين للملاك، وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول أعمال ووفقا طبعا للائحة النظام الأساسي، وجاء من بنوده اختيار مجلس إدارة جديد لشركة الأهلي لكرة القدم هيتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة. تم التكليف والتشكيل على النحو التالي: المهندس عدلي القيعي رئيس لشركة الأهلي لكرة القدم. وطبعا عدلي القيعي يعني 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 استاذ بدرجه مقاتل، يعني انت 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 مش محتاج الحقيقه مشوار عدلي القيعي بيتكلم عن نفسه. هنتكلم على 50 سنه قضاها السيد عدلي القيعي
في مختلف المناصب، جندي مقاتل في كتيبة النادي الأهلي في الإعلام وفي المجلة، وطبعا زميل عزيز علينا جدا في قناة النادي الأهلي، إدارة التعاقدات، يعني مناصب بالجملة في كل منصب وفي كل ملف وفي كل مهمة كلف بيها عدلي القيعي نجح فيها نجاح. وده الحقيقة مش من وجهة نظر الإدارات المختلفة والمتعاقبة على إدارة النادي الأهلي بقد كمان ما هو من وجهة نظر هو تريد مارك زي ما بيقولوا كده عند جماهير النادي الأهلي. أعتقد أنه ردود الأفعال اللي جات لي من ساعة لما تم الإعلان على الخبر، ناس كلها متفائلة جدا ومستبشرة خير برئاسة عدلي القيعي. في العضوية معاه خالد عبد القادر، وأنا ما أعرفش خالد عبد القادر، لما سمعت الاسم والناس ابتدت تتكلم تسأل وهو إلى آخره، كل الناس أو كل دايرة معارف المرتبطة بالـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي أو السوفت وير أو الحاجات دي حقيقة قالوا عن الراجل شعر. الراجل كان بيرأس شركة مايكروسوفت العالمية طبعا لمدة 9 سنين من 2011 ل 2020، ووكيل لمجموعة من الشركات العالمية في مجال التحول الرقمي، وعنده خبرات كبيرة جدا عموما يعني في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. ويمكن الجمعية العمومية قالت إنه في حاجة مثلا لشخص عنده المقاومات دي، عنده التخصصات دي، اللي شايفين إن هو هيخدم بشكل كبير جدا صناعة كرة القدم، ويقدر يساعد في إنه يخلق موارد مالية إضافية من خلال أفكار جديدة. بقى أنتوا عارفين إحنا عايشين في عصر الديجيتال النهاردة، والديجيتال أو العالم الموازي والافتراضي ده بقى ليه مساحة كبيرة جدا جدا، وممكن من خلال الرصيد الكبير عند النادي الأهلي جماهيريا ومن ناحية التاريخ والبطولات يقدر يحول ده ويستفيد ده بشكل رقمي على أعلى مستوى. هيكون معاهم كمان الحقيقة المهندس أحمد حسام عوض، وأحمد حسام عوض واحد من الكوادر الواعدة جدا، واحد من الكوادر الشابة في النادي، عنده عدد كبير جدا من الشهادات في مختلف مجالات، منها شهادات علمية منها شهادات رياضية من مختلف الأكاديميات والأندية الأوروبية، والحقيقة تقدر تقول أنه متشعب ومتعدد المجالات. يمكن كان واحد من أعضاء اللجنة، خلينا أفكركم، اللي شكلها الفيفا من حوالي 3 سنين فاتوا، وهي اللي كانت بتتولى طبعا الإشراف على إدارة الكرة المصرية لعدد من الفترات. وكمان عنده واحدة من النقاط اللي أعتقد بتميزه جدا هي أنه عنده علاقات نتورك أو شبكة علاقات دولية واسعة جدا، سواء مع أندية أو مع الاتحادات الدولية. كل التوفيق لشركة الأهلي الجديدة، وفي انتظار خبطات ضربات من العيار التقيل. فاصل ونرجع لحضراتكم. ده نجمنا النهاردة في السادسة، واحد طبعا من نجوم مايوركا وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، ولعب طبعا لمنتخب إسبانيا، أنخيل خابير أريزماندي، هو ضيفنا في السادسة. بداية طبعا نقول له أولا زي ما بيقولوا بالإسباني، وأهلا وسهلا بيك، وبشكرك طبعا على مشاركتك معنا في السادسة. مساء الخير، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حقيقة يمكن كلام كتير عن الليجا وعن البارسا وعن أتلتيكو وعن الريال وعن تشامبيونز ليج، لكن يهمني أبتدي معك بمنتخب أسبانيا، اللي مفترض أنه واحد من المنتخبات الحقيقة المرشحة للمنافسة على الأقل على لقب كأس العالم. امبارح تابعنا طبعا في يعني مواجهة جمعت بين إسبانيا وسويسرا، فوارق كبيرة جدا في دوري الأمم الأوروبية بين الفرقتين، ورغم كده خسرت إسبانيا في مواجهة سويسرا. إزاي بتشوف ده؟ إزاي بتشوف يعني فرص لويس إنريكي ومنتخب إسبانيا في كأس العالم، وإزاي بتشوف الخسارة أمام سويسرا من وجهة نظرك؟ أعتقد أن منتخب إسبانيا يبقى مرشحا في أي بطولة يشارك فيها. الشعور والانطباعات الحالية قبل المونديال بعد هزيمة سويسرا ليست الأفضل بالتأكيد، ولكن الأمر الإيجابي هو أن إسبانيا تعرف كيف تنتفض وكيف تتخطى هذه المواقف، وأعتقد أن يجب أن نأخذ هذه الخسارة في عين الاعتبار كنوع من التحذير قبل المونديال بكل تأكيد. بمناسبة المونديال، النسخة الوحيدة والأخيرة اللي فازت فيها إسبانيا بكأس العالم كان فيها أساطير، يعني لو بصينا الأسماء أو جزء طبعا بسيط من سكواد إسبانيا في التوقيت ده، احنا بنتكلم على
تشابي، بنتكلم على انيستا، بنتكلم على كارلس بيول، بنتكلم على بيكيه، بنتكلم على سيرجيو راموس، وكلهم الحقيقه في التوقيت ده كانوا من اهم الاسماء في كره القدم على مستوى العالم. هل بتشوف انه الجيل ده او الجيل الحالي يقدر يقود اسبانيا لمنصه التتويج في بطوله كاس عالم؟ بكل تأكيد لقد فقدنا العديد من اللاعبين الكبار على مدار السنوات الماضية. أعتقد أن هذه الفترة هي فترة اللاعبين الشباب الذين سيتسلمون الراية من هؤلاء اللاعبين الكبار. أعتقد أن الفريق يمتلك هوية الفريق البطل الذي يستطيع أن يعرف كيف يفوز في كل المواقف. اللاعبين الصغار الحاليين يمتلكون قدرات فنية كبيرة ويعرفون كيف يخوضون المناسبات الدولية. لقد لعبوا مباريات كبيرة ويعرفون كيف ينافسون في المستويات الكبيرة. بالمناسبة يعني، وأنا هنقل معاك للدوري الأسباني، كل الأسماء اللي أنا ذكرتها وغيرهم، يعني منهم بيكيه، منهم بيسكيتس، وغيرهم من اللاعبين، منهم ألبا، كلهم كانوا بيلعبوا في الدوري الأسباني. لكن النهاردة لما تبص للفرق الكبيرة في الدوري الأسباني واعتمادها على اللاعبين الأسبان قلت جدا. حتى بعد الميركاتو هتلاقي أنه أهم اللعيبة في فريق زي ريال مدريد مش أسبان، أهم اللعيبة في برشلونة مش أسبان. وده أعتقد ممكن تبقى مشكلة أساسا للويس إنريكي في فترة ما قبل بداية يعني مشوار بطولة كأس العالم. أعتقد أن هناك لاعبين أيضا كبار من الإسبان يمتلكون مستوى كبير يلعبون في إسبانيا أو سواء خارجها. أعتقد أن هذا العامل لن يؤثر كثيرا على منتخب مثل إسبانيا قبل بطولة مثل كأس العالم. أعتقد أن هناك لاعبين في ريال مدريد وفي برشلونة وفي أتلتيكو مدريد يلعبون في دوري الأبطال ويلعبون في أفضل البطولات في العالم، وهم جاهزون للخوض أي مباراة وأي بطولة كبيرة. نظرتكم في أسبانيا الماتشات دوري الأمم الأوروبية، وأنا عارف أنه منتخب أسبانيا عنده مواجهة مهمة وصعبة في نفس الوقت مع البرتغال، اللي واحد برضو من الفرق اللي هيحاول أنه ينافس على اللقب، هل بتربطه بين نتيجة مباراة زي دي وبين يعني وبين استعدادات المنتخب او قدره لويس انريكي على المنافسه على لقب كاس العالم، ولا دي قصه ودي قصه تانية خالص؟ بكل تاكيد ستكون ضربه معنويه كبيره بالنسبه للفريق الخساره من البرتغال على سبيل المثال عندما نتحدث عن هذه المباراه تحديدا، لاننا نتحدث عن منتخب مرشح دائما. الفوز على البرتغال سيكون بالطبع سيكون أمر مهم على المستوى المعنوي للفريق والتأهل للنصف النهائي في هذه البطولة. فالفوز على منافس كبير مثل البرتغال سيمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق. انتقالا لبطولة الليجا الأسبانية اللي أعتقد بعد ميركاتو البارسا تحديدا أعتقد أنه استعادت جزء كبير من بارقها، من قوتها. ويمكن بمناسبة الليجا خليني أقول لكم أنه اتحدد خلاص، أو رابطة الدوري الأسباني حددت يوم 16 أكتوبر هيكون ميعاد الكلاسيكو اللي هيجمع بين البارسا وبين ريال مدريد. مباراة تتلعب بتوقيتنا الساعة 4:15 هنا في القاهرة. خليني أكلمك على شكل الدوري الأسباني، المنافسة، مين الأقرب لتحقيق اللقب، وخصوصا أنه البارسا تحت قيادة شابي وبعد ميركاتو يعني اتوصف بأنه أكثر من ناجح، هيستعاد جزء كبير جدا من قدراته. البارسا في وجهة نظري قدم مستوى كبير في بداية هذا الموسم واستعاد كثيرا من مستواه تحت قيادة تشابي على مقعد المدير الفني، والفريق اندب لاعبين كبار في هذا الميركاتو واستطاع أن يندمجوا جميعهم داخل هذه المنظومة. بدأ الليجا بشكل قوي، ولكن أرى أن ريال مدريد لا يزال الفريق المرشح للفوز.
لم يفتقد كاسيميرو لأنه ضم لاعبين في نفس المركز مثل تشاوميني، وأعتقد أنه سيكون المفضل للقب الليغا هذا الموسم. أعتقد أن برشلونة لا يزال يفتقد نقطة المنافسة على الألقاب الكبيرة، هذا رأيي. بنزيما كان نجم الشاشة الأول الحقيقة في الموسم الأخير، سواء على مستوى الليغا في أسبانيا أو على مستوى الشامبيونز ليج. حالة التألق، يمكن كتير من الناس بتقول حالة التألق اللي ظهر عليها بنزيما كانت سبب من أسباب تتويج الريال باللقبين. السنة دي ظهر روبرت ليفاندوفسكي بقميص أو بألوان البلاو جرانا، والحقيقه لغايه دلوقتي ارقامه بتقول ان هو هداف البطوله برصيد 8 اهداف، في حين بنزيما عنده 3. بتشوف المنافسه بينهم ازاي؟ وهل نقدر نقول او من وجهه نظرك انه ليفاندوفسكي خطف الكاميرا او سحب البساط من كريم بنزيما؟ البطولة لم تمر منها فترة أسابيع كثيرة هذا الموسم، من المبكر أن نتحدث عن من سيفوز في النهاية. برشلونة بالطبع ضم لاعب كبير مثل روبرت ليفاندوفسكي، هو من أفضل المهاجمين في العالم وتأقلم سريعا على طريقة لعب برشلونة وسيسجل الكثير من الأهداف، ولكن بنزيما لا يسجل فقط، هو لاعب مهم داخل فريق ريال مدريد ويصنع الكثير من الفرص والخطورة للفريق ولزملائه أيضا. أعتقد أنه كان لاعب مهم لريال مدريد للفوز بالثنائية في الموسم الماضي. واضح أنه ملكي ملكي. طيب أختم معك بسؤال عن فرص الأندية الأسبانية، هل بتشوف أنه في فريق أسباني بارسا ريال أتلتيكو قادر على المنافسة أو على تحقيق لقب الشامبيونز ليج في الموسم الحالي؟ بالطبع أعتقد إذا تحدثنا عن المنافسة فهم قادرون على المنافسة بكل تأكيد. الأمر صعب لأن هناك فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي بالطبع، باريس سان جيرمان، في أعتقد أنهم سينافسون على اللقب هذا الموسم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بكل طبع، لأنهم يمتلكون لاعبين كبار على مستوى كبير. ولكني بكل تأكيد أعتقد أن أي فريق إسباني، ريال مدريد، برشلونة وحتى أتلتيكو، قادرون على أن يتوجوا بلقب دوري الأبطال، لأن دوري الأبطال بطولة ليس بطول بطولة الليغا على سبيل المثال، وهناك بعض اللحظات الحاسمة التي يستطيع الفريق أن يعود فيها ويقدم المستوى المطلوب. الأمر مختلف عن الليغا التي تتكون من 38 أسبوع. في انتظار يعني تألق الأندية الأسبانية بالتأكيد، البارسا والريال مش ممكن أبدا يغيبوا عن المشهد. بشكر طبعا نجم أتلتيكو فالنسيا ومايوركا ومنتخب أسبانيا أنخيل خابير ريزمندي على مشاركته معنا. وفاصل سريع جدا ونرجع لحضراتكم. يعني المختصر المفيد، السؤال اللي كل الناس بتدور على إجابته، مستني إيه جديد من الأهلي في الموسم اللي بيبدأ، وخصوصا أنه البداية إلى حد ما من وجهة نظري طبعا المتواضعة جدا أن البداية صعبة، لكن كل المقدمات بتقول أن احنا عندنا حاجة جديدة. إيه هي؟ تترجم إزاي؟ نشوفها إزاي في كرة الأهلي وفي أدائه وفي نتائجه وفي أرقامه وفي بطولاته؟ اللي هيجاوب على كل الأسئلة دي هو الخفة والشياكة والرشاقة، الهات وخد، التيكي تاكا، نجم النادي الاهلي طبعا كابتن شريف عبد المنعم اللي بيشرفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن شريف. مساء الخير يا محمد. لازم على الهواء ابدي اعجابي، انا يعني ما تقوليش انه مش نيولوك، انا شايفه نيولوك، انا شايف نيولوك يعني كدا. عالمي، انت طول عمرك عالمي. نيولوك من الاولاد جوه، دي جت كده. حبيبي نور الدنيا يا كابتن شريف. ده الامر دايما. حبيبي يا كابتن شريف. في جديد السنه دي يا كابتن شريف؟ في وعود. لا يعني خلينا نتفق على حاجه. لأول مرة من الأهلي في الثلاث مواسم الأخيرة، حتى في الموسم اللي الناس بتقول عليه ما نجحناش، أنت واصل لنهائي دوري أبطال، كنت بتنافس لغاية آخر لحظة، في ظروف كتير خارجة عن إرادتك، منها أنت كنت سبب فيها كجهاز فني، كمفيش روتيشن، كإصابات، كجهد، وفي منها ظروف أكيد خارجة عن إرادتك، منها تحكيم، منها اتحادات مصري واتحادات أفريقي واتحاد دولي وكل حاجة. لكن حتى في ظل ده انت كنت بتلعب في ظل ظروف صعبه جدا، السنه دي اول مره عندك بدايه
منطقي، بدايه طبيعيه. يعني خدت بريك، لعيبتك خدت بريك، هو من هنا بقى. من هنا بقى ما هو عشان كده انا بقول المقدمات دي مفترض انها تؤدي الى نتائج مختلفه. في جهاز فني جديد، راجل كولر. اخبار كولر معاك ايه؟ شخصيه جديده. شخصيه بتتعامل مع اللعيبه بشكل نفسي جيد جدا اعتقد يعني. واللعيبه حاسه بكده. بس انا هرجع لكلمه انت قلت اول مره نشتغل طبيعي بقى بعد ثلاث سنين بنشتغل طبيعي. كنا مستشفى الحقيقه. لعيبه كانت محتاجه راحه كبيره قوي خدتها، وان شاء الله يرجعوا متعافيين كلهم. مفيش اي حاجه. اللعيبه اللي معاك دي تديك ثلاث سنين ما يخش عليهم لعيب. انا بكلمك جد، لو بحالتهم الطبيعيه سلام ما فيهمش اي حاجه، بشكل التغيير الفني اللي حصل، بسيكولوجيه جديده، ساعات احنا وانا بنلعب بنبقى محتاجين تغيير، تغيير نفسيه، تغيير ملعب. تغيير بيحصل حاله وشوش. تشبع يعني. يعني بنيجي لنا حاله زهق. بس لما بنخش على حاجه جديده بتدينا الباور، الدافع. بتديني دوافع كتير قوي ان انا ارجع واتمرن تاني كويس واخش في الفورمر بتاعتي والشكل بتاعي الطبيعي وادي اكني بلعب لسه ماشي. عندي 19 سنه او 18 سنه، فبيرجعني كل ده بيرجعني تاني لجديد، جديد من غير اصابات ان شاء الله، جديد جيد جدا. الوعود اللي انا كنت بكلمك عنها دي اللي هي جماهيريه، ان كنتوا هتشوفونا احسن بكتير قوي من الفتره اللي انتوا شفتونا فيها للظروف اللي احنا مرينا بيها. وده الطبيعي الحقيقه، ضغوط وملفات وكل حاجه. حتى بدايتك في افريقيا بدايه قويه جدا. فما زلت انت تحت المطالب الجماهيريه انا عندي تخوفين منهم. واحد ده افندم، عندي تخوفين يعني. في نقطتين مخوفيني شويه، مش مخوفني، بلاش مخوفني، قلقني شويه. ما فيش حاجه تخوفك. يعني انا لا، من ناحيه جمهور الاهلي مطمن. في اطمئنان كبير جدا وفي تفاؤل كبير جدا. فاضل بس ضربه المعلم يعني، فاضل الصفقه الجديده دي. الصفقه كمان اللي يعني انا مش عارف طبعا اهل مكه ادرى بشعبها، هل هتتم قبل الموسم؟ هل الافضل نستنى للميركاتو الشتوي ولا لا؟ انت ايه رايك في قصه الصفقه الخامسه او المحترف الاجنبي الخامس؟ هو في كذا حاجه. احنا كعادتنا بنشوف جوه الملعب، بنشوف بنتكلم والدنيا عندنا، وبنقدم الحكايه كلها وبنقدم الناس اللي بيبقوا موجودين كلهم. وما زال عندنا الحمد لله. انا كنت دايما اقول انا عايز اثنين سترايكر واثنين ورا يأمنوا، وباك رايت معانا مع الاثنين الجامدين اللي عندنا، وكل بلاي ميكر جنب قفشه. ما احنا الاهلي. فعايزين البرفورمانس والسكواد بتاعنا يبقى اعلى بكتير قوي من اي حد تاني. صحيح. وده الطبيعي بتاعنا طول الحياه يعني، وده الطبيعي بتاع الدولاب بتاعنا. طيب هاجي لك في الميركاتو، بس هاجي نقطتين اللي يمكن شويه قلقني. اولا انه فتره الاعداد برضو بالنسبه للراجل، برضو انا بحاول احط نفسي مكان المدير الفني، برضه مش كامله قوي يعني. تعرف. يعني في تعارف، في قرايه امكانيات، في ان احنا نقرب المسافات. الايس بريكنج ده في اي علاقه في الدنيا مهم جدا، انك تكسر الحواجز، تقرب من اللعيبه، تطلع الكويس اللي فيهم، تعرف ايه اللي ناقص عندهم تشتغل عليه. والبدايه دي الحقيقه حصلت، حتى فكره القياسات البدنيه والكشف الطبي والكلام ده اول مره بيتهيألي بيتعمل. هو في حاجه يا احمد، الانون، الجهل بالمعرفه. انا ما اعرفكش، انا بشوفك قدامي جديد دلوقتي. مولود جديد بالنسبه لي كجهاز فني وبالنسبه لي كلاعبين. تعارف جديد، انسى كل حاجه حصلت في المشاكل اللي حصلت. دي فرصه اللعيبه يا كابتن، فرصه لعيبه وفرصه مدير فني. ان هو بيكتشف في الاولاد اللي ممكن غيره ما كانش اكتشف، ما كانش شايف، لان غيره لما جه ما كانش حد قادر يوقف ولا حد قادر يدي، وكان استعنا ولا في فتره حتى المدير الفني يشتغل فيها. شانس. وانت بقيت بتخسر نقاط بتساعد الاخر، انت اللي اديت للاخر مش الاخر اللي كان. بس هو يمكن من سوء حظه شويه انه 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 بدايته او معسكر اعداده او اعداده او توليه المسؤوليه جاي في نفس توقيت الاجنده الدوليه، فاتحرم برضو من عدد كبير من اللعيبه. لعيبه كتير موجوده مع منتخب مصر الاول، لعيبه موجوده مع تونس، مع مالي، لعيبه موجوده مع منتخب مصر الاولمبي. ليه ما انا وانت ما نقولش ان هو بالنسبه له بلس يعني ايجابي؟ ان انا اتفرج عليهم دوليين دول. اتفرج عليهم بايه بلس يعني. أوكي. دول الكلاس بتاعي، دول المستوى الاول بتاعي اللي هم بيمثلوا ناديه وبلدهم دولي. فدول انت هتتفرج عليهم كمان، دول خلاص 6 7 8 دول عندك، بقت الحكايه سهله عليا.
هجمات خلاص. لا بس يعني بتكلم على ناحيه الشغل، انا عايز اشتغل مع التيم از تيم، عايز اللعيبه دي تخش معايا تبتدي تفهم انا عايز اعمل ايه، تتمرن معايا، تعرف فكري، تعرف تحفظ معايا جمل، تحفظ معايا تكتيك. هو اتحرم من ده، وده يودينا لنقطه ثانيه، وخصوصا وده اللي يمكن شويه بقى قلقني عليه هو شخصيا اكتر، انه هيبتدي الموسم بمواجهه صعبه. يعني مش هتبتدي الموسم ببطوله محليه، انت هتروح تلعب. كنا نقدر نقول صعبه لو في الظروف اللي فاتت، اه انما في الشكل ده وفي الظرف ده وفي الروح اللي جايه والدوافع يعني اول الموجودة. اول ماتش رسمي الجمهور هيتفرج عليك فيه وهيحكم، جمهور الاهلي هيحكم. بتلعب مع فرقه في تونس بره ملعبك، رايح جاي ان شاء الله. يعني اه الباور اللي موجود والدوافع اللي موجود عند اللعيبه دي تاكل اي حاجه. اه ما عندهمش غير جماهيرهم في عينيهم وناديهم وتيشيرتهم وبطولات جايه باذن الله. فهو ده الفكر الوحيد اللي موجود عند اللعيبه، اللي انا اظن من وجهه نظر انا شخصيه ان ده اللي هيبقى موجود. يعني واللعيبه جايه على جهاز جديد، الجهاز الجديد مش هيرحم غير اللي بيدي. فانا هدي كل الطاقه اللي عندي ده ان كنت انا عايز ابقى موجود وعايز اقدر العب وعايز ابقى افضل بحافظ على جسمي كمان وبحافظ على كل حاجه موجوده. اه ده كمان في ناس هتقعد. يعني سكواد الاهلي السنه دي في ناس كتير هتقعد. يا ريت هو يبقى بيعرف يعمل الروتيشن بتاع كل 72 ساعه. هو الاهم من كمان ان هو يعمل الروتيشن، انه ازاي اللعيبه لما تبقى قاعده تبقى عارفه انها تبقى شحنه بطارياتها. طب ما طول عمرنا يا احمد بنلعب والروتيشن بيشتغل 40 دقيقه 60 دقيقه، واللي موجود بره هو اساسي واللي موجود جوه اساسي، ومش عارفين مين الاساسي من مين اللي بيلعب من مين اللي بيبتدي، وفي ساتسفايد في الحكايه. طول عمرنا اما بننجح كنا بننجح بهذا المفهوم. يعني ده الشكل. طب مين كان بيلعب معاك في نفس المركز بتاع الكابتن شريف؟ في مركزي انا؟ اه كنت انا مختار الاول لما طلعت صغير. وانا صغير؟ اه انا طلعت على يعني كان مصطفى عبده خطيب زيزو. اه يا نهار ابيض. وجنب زيزو جمال عبد العظيم. اه وجنب جمال عبد العظيم احيانا مختار. واللي فوقي بقى في الناشئين كان بحطيتي والسمري، وكان معايا جمال عبد الحميد. انا اكبر مني بسنتين، انا اصغر شويه. فكنا انا وجمال ومجدي عبد الغني اتخذنا في القائمه الافريقيه من غير ما نعرف. يعني وجمال ما كانش بيلعب مع جوهري في 21 سنه، ما كانش بيلعبه وكان هيمشيه بعد كده، خده بقى كابتن كاس العالم. فالكره فيها حظوظ وفيها ظروف وفيها توقيت بيبقى وقتك بس انت. بس بس لما بتبقى طالع صغير واللي قدامك يعني حاجه كبيره، بتبقى قاعد بتسن اسنانك مستني الفرصه. لكن لما تبقى كانش كبير ده المفهوم زمان، ما كانش ده المفهوم. سن اسناني والفرصه نفسي وكل حاجه، بس انا نفسي الراجل ادى ثقه فيا انا، هيدي كوتي مثلا والجهاز، كابتن عزت ابو الروس وكابتن فؤاد شعبان وساركو ايدي كوتي وكابتن فتحي نصير، وكان بياخدني منتخب ناشئين على طول، وكانت في رؤيه ليا مشبعه ان ده يقدر يحصل له ابجريد. بالنسبه لنا احنا ما كانش في ايدينا حاجه، احنا متربيين في الناشئين، لو فضلت طالع في الناشئين في النادي الاهلي مبسوط ما عندكش مشكله، ما عنديش مشكله. بس لما اطلع فوق وانجح هي دي بقت المشكله، ازاي تحافظ على نفسك في المكان ده وتفضل موجود بقى. ولو قعدت ازاي تواكب مصطفى عبده والخطيب وطاهر الشيخ ومحسن صالح وصفا، يبقى عندك الشخصيه اللي هم يرضوا عليك فيها ويبتدوا يثقوا فيك ويتعاملوا معاك في الملعب، وانت تبتدي تعمل ايه بقى؟ تاكل النجيله ده نمره واحد. مفيش حاجه اسمها انا وينج ليفت سولو بريميتو اقف في ناحيه الشمال كده، لا ده مختار يهجم وانا دافع اروح اخد الكره من كابتن فتحي مبروك من رجله من تحت وارجع، مفيش وينج يهجم عليا. هو ده الاداء البدني، مش هقول لك المهاري يعني او الفردي او الفني، ده ربنا بيديهولك يعني. البدني اللي بيخليك موجود في اول 45 دقيقه في المباراه، الناس كلها انت واخد العين، عامل حاله تعويضيه لكل حد، كبار عنك في السن 5-6 سنين كل واحد، واحد بيهجم ما بيقدرش يرجع، انت بتقدر ترجع انك صغير عندك 18 سنه او 17 سنه، تقدر تعمل مليون حاجه، بتعرف تشوط، بتعرف تلعب بدماغك، بتعرف تسحب وتلعب عرضيات. ده على مدار ال 90 دقيقه. فكان المدرب يقول لي احنا عايزين من كل واحد فيكم مره واحده صح في ال 90 دقيقه. كان يوم يعني انت متخيل خطيب لو مشي مره واحده صح، مصطفى عبده لو مشي مره واحده صح،
شريف لو مشي مره واحده صح. احنا نيجي بنعد بقى طاهر الشيخ كنت بقطعه اروح اعملها له ويروح خدها على صدره وعاملها كده بيمينه في الجول. مختار لو راح عمل لنا بس حجم لعيبه الكوره اللي في الملعب كانوا 6 و7 ايوه كنت بتكسب 6 و7 و4 و5 ليه الاسماء اللي انت بتقول عليها دي الراجل المفهوم بتاعه ككوتش زارع فيك النو هاو ازاي تكسب. احنا اول 10 دقايق يقول لك لو ما كسبتوش في بروبلم في مشكله ليكم انتوا اول 10 دقايق لازم تخلصوا الماتش. دي كانت حقيقه 80% من المباريات احنا اول 10 دقايق سبرنتات والسرعات مصطفى عبده ومحسن صالح يعملها له بالعرض تك طاير مش عارف مين خطيب واحده واثنين وثلاثه تك جون ومن اجمل الاهداف ومن اجمل الحاجات. فكان في مفهوم متصدق وفي ناس ورك اوت يعني بتشتغل عليه. عندك قائد واحد اسمه حسن حمدي يا ولد للكل انت بتثق فيه ايوه هو عارف امكانياتك شكل ايه وبيدورك ازاي. عندك اتنين حراس تلاتة حراس مرمى كان ثابت وكرامي وجي وشوبير طبعا وكل واحد كان ليه وقته وكان ليه جيله كان يعني عملوا شكل انت مطمن ورا. عندك الديفنس بتاع منتخب مصر احسن نص ملعب في الحياه البلاي ميكر صفوت عبد الحليم او صفوت ما كانش اساسي انت فهمتني ايوه صفوت عبد الحليم ما كانش اساسي جه بعد كده شط لعب وجه مجدي عبد الغني لعب وجه لعيبه كتير قوي من تحت خالد جد الله جه لعب وعلاء ميهوب وعلاء ميهوب جه بقى عمل الطفره بتاع طاهر الشيخ و ايكول حسن شحاته في الكوره وفي يعني في حاجات كل ده انت ما بتحسش بيها. ايامنا احنا غير دلوقتي. احنا ايامنا ما كناش بندور على حاجه غير اسم النادي الاهلي. اقسم لك بالله ان انا امشي في وسط النادي يا احمد ايوه الناس بتتسم في وشي. امشي في الشارع وانا مروح انا كنت بروح من ساكن في العجوزه بروح من جنب الكابتن خطيب كده كنا يا اما ياخدنا كده بالصدفه يعدينا معاه يا اما بنتمشى انا ومجدي لغايه النادي الاهلي في العجوزه واحنا جايين للنادي الاهلي. انا وانا ماشي بتقابل بقى عند راجل بتاع فول كده على شارع النيل ومش عارف ايه وبدون اسماء يعني وبنقابل الناس والناس يا ناس تبتسم لك ايوه حاله الحب دي دماغها كده بتاع وانت تبقى منتشي وانت ماشي. كناش بناخد غير كده مش هقول لك ما فيش مقابل مادي. المقابل المادي مش زي المقابل المادي لان انت تبقى طمعان فيه يعني الاحترافي ما كانش أيوة. حاجه اسمها احتراف. ولما انا جالي احتراف مش دافع يعني لا ما في. انا لما جالي احتراف والنادي الاهلي منعني من الاحتراف لصغر سني قدام بايرن ميونخ عايزين ياخدوني وراحوا بقى. انت كنت سايلك اوروبي يا كابتن شريف ربنا يعني كان مديني شكل كورتك ربنا كان مديني حاله بدنيه جيده جدا اقدر العب في اي حته في الملعب أيوة. اقدر العب يمين ومش غريب عليا انه الالمان انا ما اعرفش عقد الاحتراف بس مش غريب عليا انه الالمان هم اللي يحطوا عينهم عليك اليونانيين تركوا بس كانت الوقت ده ما كانش يسمح لنا بالاحتراف ولما النادي ما خلينيش احترف انا ما عملتش ثوره المدينه يعني خلاص هم اللي شايفين ايوه شايفين ان انا ما ينفعش. هو الاسماء اللي انت قلتها كلها لو كان في باب احتراف مفتوح في الوقت ده لو في احتراف ما كانش حد هيقعد. شركه الاهلي الجديده كان كابتن عادل هيقعد معانا. هجي لك لشركه الاهلي هجي لك لشركه الاهلي هيلاقي في مشاكل كبيره قوي. لو جيت اقول لك مثلا حاله تقييم كده يعني انا عارف انه الاهلي طول عمره من حتى في الاجيال المختلفه بدني عنده مهم جدا جدا وبيصنع الفارق جوه مصر وبره مصر والمهاري لغايه يمكن قريب برضو كان الحقيقه استحواذ فكره انك انت تاخد الكره 90 دقيقه حاطط الخصم في منطقته ومن كل ناحيه من العمق ومن الجنب بالظبط كده دي مدرسه الاهلي في الكوره. لو جيت بصيت للموسم اللي جاي عشان اقرا معاك احنا كنا بدني كام على 10 كنا فني كام على 10 كنا تكتيك كام على 10 قبل كده اللي احنا الموسم اللي احنا فنشناه رغم ان احنا كنا مبتدئين بدايه يعني واعده لكن يعني احنا كسبنا 5 كله داس عليه كله داس عليه. بص هقول لك على حاجه انا هفاجئك. هو احنا السنه اللي فاتت ما كناش بنروح للجول؟ احنا اقوى هجوم واقوى دفاع شفت اديك انت قلت لي. هو احنا السنه اللي فاتت التقصير جه فين او الشورت فين؟ عدم استغلال او انهاء الهجمه هو ده بس. انما لعيبتك كلها بتعرف توصل على اليمين وبتعرف توصل على الشمال وبتعرف تشوط وبتعرف تروح تجيب جول بس ما كانتش بتجيب الجول الثاني ما بتحافظش على المكسب من التعب والارهاق بقى المنافس معاك جوه الجيم ان اللي قدامك ما بيلعب من غير ضغوط من غير اي حاجه
بتضرب معاه، وما كنتش انت هتخسر في الوقت ده، ما كنتش انت هيروح منك البطوله في الوقت ده، امال هيروح امتى؟ فانت بتعرف توصل للجول وانت تعبان جدا، انت بتعرف توصل بالجول وانت عامل ميكس بين الشباب وبين الناس المرهقين، انت بتعرف تضيع 9 جوال في ماتش، تعرف والتركيز ضايع، فدي تطمنك جدا انك انت وانت في الحاله دي كنت الاقوى تهديفيا والاقوى دفاعيا. انت لما قعد كام ماتش ورا بعض يخش فينا جول، كل ماتش جول، نكسب 4-1 مثلا، 3-1، نتعادل 1-1، فهمتني؟ كانت تبقى مصيبه. احنا الكلين شيت بتاعنا على طول دايما لازم احنا كلين شيت. صحيح. يعني صفقات الاهلي بالنسبه لكابتن شريف عبد المنعم مرضيه؟ بالنسبه لي انا البروفت في الملعب. العين اللي بتيجي، ما احنا جبنا مره محمد محمود اتعور في اول ما جه. التوفيق بالنسبه للمدير الفني عن طريق اللاعبين دي واللاعبين اللي موجود، ده اهم ما في الموضوع. ايوه. وده هيجي التوفيق ازاي؟ بالجهد واللعب والعرق في الملعب. وننسى الاسماء، يعني انا وانا بلعب انسى اسمي، انا همي ايه؟ ناديه التيشيرت بتاعي، ده اهم حاجه. ما يبقاش الدنيا كلها مقلوبه والدنيا كلها قاعد عشان انا. ايوه. وانا تمام المنفذ. بس انت بالنسبه لك، احنا النهارده كان عندنا فرصه ميركاتو، الاهلي قرر يجيب صفقه من رحنا مدرسه امريكا اللاتينيه، فجيب برونو سافيو. شفنا مهاجم مميز جدا في الدوري المصري اسمه شادي حسين، والحقيقه الولد انا كنت شايفه من مش من الموسم ده، من يعني سنتين بالظبط يعني، وجه ولد جاي بروح المدرج زي ما بيقولوا، يعني مشجع قبل ما يكون لاعب في النادي الاهلي. ومصطفى ميسي كل الناس، انا ما ركزتش معاه قوي، بس كل الناس بتقول انه يعني مستقبل، موهبه واعده جدا جدا في الكره المصريه. هل دول بالنسبه، يعني احنا بنجاوب بنتكلم مع الجمهور، هل دول بالنسبه لكابتن شريف كافيين؟ اول ما واكمل بس الجزء الثاني من السؤال، والخامس الاجنبي المحترف، سيبك من اللي تحت السن دلوقتي، انا بتكلم على المكان الخامس اللي فاضي، هل من وجهه نظر كابتن شريف هو التوقيت المناسب قبل بدايه الموسم، ولا ينتظر الاهلي الانتقالات يناير؟ لا، هل انت فاكر ان هم دول اللي هيشيلوك؟ دول هيدعموني، ما اسمها تدعيمات. هيدعموك ازاي؟ تدعيمات. لا، انت فرقتك لما بتبقى كويسه، ايوه، كله بيبقى كويس. شادي بيطلع شغله، ميسي بيطلع شغله، انما وانت قاعد في مستشفى وما معكش لعيبه، عايز ميسي يشيله لوحده، جاي يشيل لوحده، مش هيقدر. شادي جاي يترجم لوحده، مش هيقدر. ما بقاش بقى في فكره لوحده دي يا كابتن شريف. انا عندي في عندك فرقه، انا حلقت، انت عندك واحد زي علي معلول هداف الفرقه، كويس. حلقت الاربعه الاخيره في السادسه، وانا بفتح الانترو بتاع الحلقه كده، قلت عشان الجمهور اللي بيطالب انه عايزين 10 صفقات، عايزين، حطيت للجمهور كده 3 فرق للنادي الاهلي. عاملين ازاي؟ 3 فرق للنادي الاهلي، 3 سكواد، كل واحد منهم ممكن تحط في بطوله ينافس فيها، فهي قصه مش قصه انا القصه قليل ولا كتير. لا، انا القصه بالنسبه لي اداء اللعيبه دي في الملعب جيد، يبقى كله هينغمس. تمام. يعني كله انت بتراهن على الجماعيه، الجوده بتراهن على جماعيه الاداء. ايوه، التيم ورك. انا النهارده بلعب في فرقه جامده، اذا انا جامد معاهم. فين الكوره بتاعتي؟ ده انا كنت مع فرقه نص فرقتي او اقل بكتير، وكنت ببان، وكنت طيب بجيب اجوان. طب انت في التكوين ده خش. طيب، هسمع منك الاجابه على الجزء الثاني من السؤال، الصفقه نعملها دلوقتي ولا نستنى في يناير؟ بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمنا الكبير طبعا كابتن شريف عبد المنعم. نقول مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا وسهلا بنجمنا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. وكنت قبل الفاصل واقف معاه مع الصفقه او المحترف الاجنبي الخامس، هل الاهلي في حاجه انه يبدا الموسم وهو بيحسم الصفقه دي، ولا من الافضل انه يستنى؟ طبعا عشان ظروف السوق، مش عشان حاجه تانية. دلوقتي اغلب الدوريات او اغلب المسابقات بدات، الانديه ظبطت السكواد بتاعها، ففكره انه تحط عينك على حاجه مش موجوده، مش في مصر، في افريقيا، وتجيبها، مش هتبقى بالمهمه السهله. موسم الميركاتو او انتقالات شتويه ممكن تبقى فرصه افضل عشان تعرف تتفاوض، وعشان النادي لما يفرط يقدر يجيب لعيب بديل للعيب اللي هيستغنى عنه. وده السؤال اللي كنت بساله الكابتن شريف قبل الفاصل، رايك ايه؟ رايي ايجابي طبعا، زي اي جمهور انساني. انا كجمهور عايز الدعم، اكبر دعم، احسن لعيبه، كل حاجه بالنسبه لي في الفتره دي خصوصا، يعني ما اجلش حاجه لبكره. يعني لو في امكانيه ان انا اجيب احسن واحد اللي هو ناقص في من بره من جوه من اي حته،
لا من جوه دي سهله يعني من جوه دي سهله، وانا هاخد رايك في كذا اسم كده من اول اسماء على الاقل اسمع، لكن انا الكلام على اللي من بره. طيب رايك في فكره انه افريقي في اوروبا، لاتيني، برازيلي، كولومبي، حاجه يعني شايف المدرسه ايه اللي الاهلي محتاجها؟ على حسب السي في والعمر. انا بالنسبه لي العمر بيفرق كتير، والسي في بتاعته ولعب كم ماتش مع الفرق. هو ميزه مستر كولر انه مش بياخد بموضوع الفيديوهات دي يعني. لا انا السي في بتاعه يعني بيبقى عنده ارقامه، مين الفرقه اللي لعب فيها وايه نوع وعيه الدوري اللي هو كان بيلعب فيه. في دوريات كتير قوي احنا اقوى منها. ايوه اللاعب المصري ده لعيب مش سهل كديفندر. لا والاهلي كمان كتيم يعني مستوى بيلعب على بطولات يعني تقدر تحطه في بطوله زي تشامبيونز ليج، زي البريمير ليج، زي البوندز ليجا، زي ممكن ما ينافسش على اللقب، لكن هينافس مع معظم الانديه اللي موجوده. هيبقى مستوى ثالث رابع في ظل الامكانيات اللي موجوده. انا اقول لك انه لانه عنده النو هاو. انت كسبت بالميراس انت مش كسبت مونتيري، ازاي يكسب بالميراس وازاي يكسب المكسيك المكسيكي، وازاي يقدر يبقى موجود في الملعب بامكانيات كويسه قليله جدا. واحنا رحنا ناقصين، احنا لعبنا 14-1 هناك. وانا رايحين ومع الهلال السعودي برضو الحقيقه هلال فرقه محترمه جدا، عملت ماتش وكبادجت بادجت يعني مكلفين وصارفين ده كانوا بيقولوا احنا نقابل تشيلسي باين وما نقابلش الهلال السعودي لامكانيات الهلال السعودي ساعتها، وموقف على رجليه وكمان. ولكن نوعيه اللاعب المصري واللاعب تيشيرت النادي الاهلي بيبقى له متطلبات خاصه جدا، فبتبقى موجوده في هذه اللحظه. فاللاعب اللي انت عايزه يجي المواصفات بتاعت النادي الاهلي يبقى هو مواكب مع يعني. لكن ما فيش مدرسه معينه بتفضلها او بتميل ليها؟ لا انا ما جربنا في اللاتينيه مثلا، كنا عايزين هنجيب لاعب لاتيني. انت اللاعب اللي جاي يبقى عارف. طب المركز يعني لو هتجيب الصفقه الخمسه دي محترف اجنبي، تفضل يكون مركزه ايه في الملعب؟ الاهلي اكتر محتاج للخبره دي او للحته دي كواليتي دي فين في الملعب؟ حد يتعامل مع علي معلول، حد يتعامل مع علي معلول قدام يعني علي معلول. وينج شمال. وينج شمال قدام علي معلول هاف بيكمل وبيرجع، والثغره الحته دي يبقى هيلبنج للثغرات اللي احنا بنعملها في المنطقه دي. انا بالنسبه لي تمام. الناس تفكر تقول باك رايت، لا انا عندي هاني وكريم وأكرم كويسين جدا يعني. أيوة. حاجة ممتازة. حد يقول أنا عايز بلاي ميكر جنب أفشة. أفشة لما بتوجد قدامه مواتير وبتتحرك. منتخب مصر مثلا إيه الجودة اللي حصلت؟ لعيبة اتحركت، مفيش أكتر من كده. حتى محمد صلاح اتحرك، حرر نفسه من الناحية اليمين مع إمكانيات الفرقة اللي احنا بنلعبها وكل حاجة إنما حصل مفهوم إزاي أنا أروح أجيب جول، اعمل اختراقات وتمريرات طوليه. ما كانش واحنا كنا بنشوف يا احمد الحاجات دي. كابتن شريف احنا لو جبنا اي 11 من الدوري نزلوا يلعبوا النيجر يعني مش عايز برضو يعني ما هم نفس اللعيبه دي اللي بتلعب قدام الاقوياء قوي، هو نفس الاداء. وقدام السودان هم نفس الاداء نفس الشكل، بس المره دي حصل ايه؟ نحرره حصل. انا عايز عندي دافع ان انا ادي بروح وبشوط وبعمل اساليب الشكل اللعبه اللي هي التصويبات والاختراقات انت راضي عن فيتوريا يعني؟ انا مش دعوه فيتوريا ده خالص. انا احنا فيتوريا بالنسبه للمنتخبات نتائج اوكي يعني بطولات. فيتوريا بيعرف ما بيعرفش نتائج خلاص. احنا وصلنا في جميع اللعبات اللي موجوده في اي حته في الحياه، النتائج هي اللي بتحدد مصير المدير الفني. ممكن يبقى عندك مدير فني هايل والسكواد اللي عندك مش مديله الاحلام اللي هو نفسه فيها، او الطريقه اللي بيبص يلعب بيها، او 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 عايز وقت ابقى الما الفكر بتاعه يمشي مع الناس الموجوده. ايوه هي دي الحته اللي انا بقول لك ايه مطمن عليها في النادي الاهلي. الراجل قدر يخترق بسرعه شخصيات اللعيبه ويحببهم فيهم، وانا حاسس اللعيبه مبسوطه يقرب منهم. طيب اللي انت عايزه يجي ده لازم يواكب تمام شخصيتك في كل حاجه يعني. بره الاجانب بقى في حد في مصر يعني بص على الدوري كده السنه اللي فاتت هل في لعيب لفت نظر كابتن شريف؟ هل في صفقه تتمنى انها تنضم للنادي الاهلي؟ وانا قبل مشي. في الفاصل اللي كنت عايزه مشي مين كان في نادي الزمالك ومشي؟ بن شرقي هو ده بس اللي يعني كان اللي كانت عينك عليه. ده مش عيني عليه، هو ده اللي انا احب اتفرج عليه يعني. لعيب بيلعب كوره كويسه جدا، وكان ليه وضعه وليه تحركاته وليه وهو واضح ان هو كان عايز يبقى يسافر بقى شويه. ايوه
احمد حمدي شايف انه لما يدخل في المعادله ابننا طبعا تربي في النادي الاهلي لعيب مستوى كويس جدا عمل مشوار كويس في كندا هو بيلعب في الدوري الامريكي بس هو في فريق تورونتو الكندي دخل مع منتخب مصر في الفتره الاخيره ايام ايهاب جلال هل شايف انه اسمه ممكن يبقى مطروح ممكن يمثل اضافه اي لعيب عندك قبل كده كان جيد جدا احمد كان كويس قوي ايوه وقتها ما كانش كانت الفرقه كل يوم تروح تجيب بطوله وترجع فمش عارف ياخد مكانه او مش عارف حتى ناصر ماهر بقى فيه دخول وخروج واعراض يعني هقول لك كام لعيب كمان وراه بس هو ستريتش بلاير يعني يقدر يعمل لك فجاه تلاقيه في ال 18 هناك سبرينتر يضرب اي خط بيجري فيه مش بتاعتي طبعا انا مشاهد انا اقول واي نوت ده ابني وعنده مميزات معينه يمكن انت محتاجها اليومين دول جه الوقت بقى بتاعه فممكن يكون موجود لو انت محتاجه بترجع طبعا لشكل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي والجهاز الفني عامل ازاي طب ده بالنسبه لحمدي في على يعني بين جمهور النادي الاهلي انقسام شديد جدا على اسم رمضان صبحي ناس بتقول لك مش مسموح ومش مقبول باي شكل من الاشكال انه يرجع وناس ثانيه بتقول لك ليه لا ممكن يبقى غلطان وحس بغلطه وندم الفكره دي مطروحه مقبوله بالنسبه لكابتن شريف وجهه نظرك الشخصيه بعيدا عن موقف النادي او وجهه نظر النادي الرسميه يعني انا بالنسبه لي رمضان لعيب جيد جدا وكان ناجح عندنا احنا ايوه هو ما نجحش في حته ثانيه لدرجه انه مش موجود في المنتخب دلوقتي يعني لكن فكره عودته بالنسبه لك يعني تبقى معه ولا ضد انا عايزه بس في حاجات في النادي ممكن تقولك لا انا ما ده لعيب في وقت من الاوقات انا اتكلمت معاه بتاع انا مش عارف التفاصيل في خروجه ده كان فيها ايه او يعني حاجات خارجه كمان في وعود في اي حاجه في بلاينج جيمز يعني خلت فيش وضوح يعني ممكن مجلس اداره عندنا ما طبعا انا فاهم الحاجات دي في الاهلي دستور الاهلي لا يقبل حاجات زي كده مش هو بس يعني ممكن حد كتير قوي ناس كتير جدا راحت مش ترجع تاني لان حصل فاول الاهلي ما بيخسرش حصل فاول التاريخ فاول ده بالنسبه للاهلي ما بيخسرش نيفر ايفر اجين فمش هعمله تاني مش هاخد بالي أيوه. الدنيا ما وقفتش على طبعا لا وان بلاير يعني طبعًا كل المفاهيم دي تتقال أيوه. رجوعه بقى مش رجوعه دخوله دي مش دي قصة يعني تانية نتمنى ابننا يبقى في حضننا نتمنى ابننا يبقى احسن واحد في الدنيا أيوه. انما في بروتوكول معين بيتنفذ يعني طيب اروح لشركة الاهلي لكرة القدم ودي واحدة من الحاجات اللي جمهور نادي الاهلي يعني كان مستنيها بشكل كبير نقلة نوعية لفكرة النشاط نفسه لفكرة التعامل مع ملف كرة القدم النهاردة تم الإعلان أنه سيد عدلي القيعة تولى رئاسة الشركة وعدلي القيعة الحقيقة يعني طبعا هو انا عارف انه الراجل ده واحد من 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 مقاتلين ومن جنود النادي الاهلي اللي نجحوا في كل المناصب او كل الملفات اللي تولوا مسؤوليتها كل مجالس لكن الاداره لكن لكن, لكن لا عدلي القيع بالنسبة لجمهور الكورة قصة تانية يعني تقول لي مجلة النادي الأهلي عدلي القيع بصمة تريد مارك أقول لك تمام جدا عندنا عم عبده البقال كابتن عدلي طبعا طبعا الاثنين دول فعشان كده جمهور الأهلي إيه شحن بطاريات ما تجيش جنبهم على طول وينر أيوة صحيح الله يرحمك يا سادات عمرك ما عملت قرار خاطئ وعملت يعني حاجة قد كده إنما على طول قراراته كلها سليمه قراراته كلها سليمه رؤيته كويسه العصر الذهبي للاهلي كله طبعًا هو طبعا عدلي القيعة من الناس اللي كان حاطط ايده وشاهد طبعًا على العصر ده كله وفي انا بالنسبه لي عدلي القيعة انا من احد اول واحد كتب عليا قبل ما اطلع اتفرج عليا كده شويه في الناشئين والحاجات فقال ده لاعب ممكن يعني قابل للسكيل يعني يطلع للدرجه الاولى اول واحد كتب عليا هو وابن جهينة احمد علام الله يرحمه فكابتن عدلي ده خبره بص يعرف يقيم لعيب كويس قوي يعرف يبص كده من منظور الاهلي هي دي انا هقول لك فمبروك علينا عدلي القيعي ومبروك لي ومبروك على الفكر والذكاء ان في الوقت ده اختير عدل القيعي طبعًا في هذا المجال وكالعاده دايما نستمتع بيك وما نشبعش منك يا كابتن شريف ولا انا بشبع الوقت بيجري معانا معاك هوا انا بفكر اظبط معاكم بقى على طول تنور الدنيا نورت الدنيا كابتن شريف بنشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك وجودك معانا في السادسه
وعلى كل خير نتقابل دايما على شاشة الأهلي في السادسة. تحياتي لكل الأهلاوية اللي تابعونا النهارده.